Assalamu alaikum, liebe Landsleute. Das ist ein Kurzvideo für Tunesierinnen und Tuneser oder Araberinnen oder Araber, die Deutsch lernen. Hier noch einmal ein Kurzvideo zu einem Thema. Wie ihr wisst, auf meinem Kanal hier gebe ich euch ab und zu mal 2 bis 5 Minuten Videos zu einem Thema der deutschen Sprache und selbstverständlich ausführlich dann in meinen Kursen. Heute das Thema, was schreibt man groß, was schreibt man klein? In Lugha al-Almanija عندها Spezialität. ما نعرفوهاش احنا العرب بصفه عامه، اللغه العربيه ما تعرفهاش، يعني الماجيسكيل. احنا حتى بعد النقطه ما نكتبوش ماجيسكيل، نكملوا الراء والسين والقاف كيف كيف. لكن الالمانيه فيها قواعد معناها كثيره بالنسبه للجروس شرايبون كلاين شرايبون. اولا كل اسم يلزموا يتكتب بالماجيسكيل، معناها مش كما الفرنسيه ولا الانجليزيه حسب ذوقك، لا، ثم قاعده اما صحيح ولا غلط. مثلا اي حاجه تنجم تمسها كما مثلا الراجل، المراه، الكاس، الراس الى اخره، هذوما كل يتكتبوا الام در erste Buchstabe wird groß geschrieben. Der Mann, die Frau, das Kind. Aber auch Sachen, die man nicht berühren kann, wie zum Beispiel die Idee, das Gefühl, le sentiment, مثلا, das Herz, القلب, aber auch der Traum, الحلم, إلى آخره. أي حاجة حتى ما نتخمم فيها تتكتب بالماجسكيل. هذا ديجا كي تخمم في حاجه كي تفهم الراجل هذه ديجا عندك تقريب 70% رابح، يعني يبقوا 30%، 30% الاخرين شنو؟ مثلا ثم حاجه في الالمانيه تنجم كل فعل تنجم تردو اسم. مثلا تعرف كلمه اسن هو فيرب، يعني ياكل ناكل، لكن تنجم من الفعل هذايا تنجم تعمل داس اسن. ايش عملنا؟ اعطيناها ارتيكل، اولا نويترو نوتر داس زيخليش اسن، نحطوها الاي نحطوها كبيره دونك ماجيسكول، والبقيه كيف كيف داس اسن. ثم ديزارتيكل دي سامحني ديزادجيكتيف، يعني مثلا كلاين صغير. النجم من الادجكتيف هذا نجم نعمل هاوبت وورد، هذا نسموه فيرب ادجكتيف هاوبت وورد او نومن. Alle Nomen, alle Hauptwörter schreiben sich groß. Und zwar kann ich aus dem Adjektiv klein, kann ich entweder der Kleine, الصغير, der Kleine, وقت نكتبها كبير, oder das Kleine, الحاجة الصغيرة, das Kleine. النجم نقول das Neue, das Alte, das Schöne, das Gute, das Schlechte. الأدجكتيف نجم نعمل منهم هاوبتفيرتر. والفعل كيف نجم نعمل منه هاوبتفيرتر. توا وصلنا ممكن 80 85 ممكن 90% إذا كان فهمت هذه، أي حاجة تمسها، أي حاجة عندها اسم تكتب بالماجسكيول. أي حاجة فيها ارتيكل، اي حاجه فيها ارتيكل ال، احنا عندنا ارتيكل واحد، الالمانيين عندهم 3، اللي جايه من فعل دونك اسن داس اسن، تراجن داس تراجن، زيهن داس زيهن، فيندن داس فيندن. واي كلمه يعني اسم جاي من ادجكتيف كلاين جروس نوي und so weiter wird groß geschrieben. وبعد تاني ثم كيلكوز اكسبسيون، ثم حاجات اخرى معناها يلزمها تكتب بالماجيسكيول. يعني توا اذا كان فهمتني توا عاود ممكن الفيديو، اذا كان فهمتني عندك 90% من الكلمات يعني تكتبهم بصحيح. ثم برشا المانيين يقولوا لا انا ايش مختص نخ كفيول. لا يا سيدي، ما ثماش حكايه كفيول، ثماش حكايه حسب فكرتي حسب ما نحس بها يظهر لي كلمه كبيره. لا، اما كبير ماجيسكيول والا صغيره، وإذا كان هكا إذا كان غلطة، يعني مش كما قلت لك في اللغات الفرنسية والإنجليزية، ساعات معناها بون أكتبها كبيرة
وساعات كتبها صغير ما يهمش، انما هنا يهم جدا. هذه في المدرسه مثلا اذا كان نكتب مان كلاين صغير فيلر غلطه، اذا كان نكتب اسن هناك في دون لو سونس دو داس اسن الماكله، ناكل الماكله صغير الصغير فوالا، يعني خمم غير في كلمه ال كي يبدا ثم ارتيكل داس دير دي. اوكي ان شاء الله فهمتوني شويه، وإذا كان عندكم سؤالات اتصلوا بي. شكرا جزيلا. عمرو بن حميدة، زوريخ.